الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن المناطق السياحية الجميلة اللي موجودة في شرم الشيخ. من المناطق السياحية الموجودة في شرم الشيخ طبعا محدش يخفى عليه ان بحر شرم الشيخ هو البحر الاحمر، موقع جميل وممتاز، والمية فيه هادية ورايقة جدا لدرجة ان انت ممكن تستمتع وتشوف الاسماك على الشط. ده الشط العام اللي موجود في شرم الشيخ بعد خليج نعمة. خليج نعمة مشهور، من الاماكن المشهورة في منطقة شرم الشيخ. الشط العام رخيص ومش غالي، ممكن كل الناس تخشه سواء اجانب او مصريين، وسعره رخيص جدا، تقريبا 10 جنيه للفرد. في طبعا شطوط اغلى من كده، ولكن على حسب الخدمات اللي موجودة في الشط. من الاماكن برضو الجميلة في شرم الشيخ ديت المنطقة اللي بعد شرم الشيخ فندق، وانا هوريكم دلوقتي حاجة اسمها او منطقة ملاهي مائية اسمها كيليو بارك، موجودة بعد الشاطئ العام بشوية من خليج نعمة على الشمال وانت رايح لنب. ده المكان اهو هوريه لحضراتكم حالا. اهو دي اليافطة بتاعت كيليو بارك. ممكن حضرتك لو معاك العربية بتاعتك بتوصل للمكان بسهولة، لو مش معاك عربية بتركب تاكسي او في ميكروباصات بتوصل للمكان باسعار رخيصة جدا، مواصلات عادية. المكان من جوه شكله جميل، وفي بعض التماثيل اللي معمولة بالاحجام الطبيعية زي مدخل المعابد في الأقصر وأسوان. المكان من جوه فيه ألعاب مائية للأطفال جميلة جدا، في مناظر طبيعية حلوة، وطبعا مكان ترفيهي فيه ألعاب مائية كتير للأطفال والكبار يلعبوا فيها، ومكان محترم وظريف جدا وسعره حلو جدا بالنسبة للعائلات والأسر. الأطفال دون سن السادسة لهم دخول مجاني. الكبار سعر التذكرة حاليا في الوقت اللي احنا فيه اللي هو انا بتكلم في يوم في شهر أغسطس سنة 2021، يعني انا دخلت التذكرة كانت ب200 جنيه. طبعا المقيمين داخل شرم الشيخ او الناس العاملين في شرم الشيخ لهم تخفيض سعر جميل جدا، لهم تخفيض في نص الثمن، يعني التذكرة بتبقى ب100 جنيه. الاطفال برضه دون سن السادسة لهم تخفيض جامد، فوق سن 6 سنين واقل من 12 سنة سعر التذكرة تقريبا 60 جنيه للطفل حاليا في الوقت اللي احنا فيه في اغسطس 2021. زي ما حضراتكم شايفين العاب مائية جميلة وحمامات سباحة نظيفة ومناظر جميلة داخل كيليو بارك. منطقة جميلة هتستمتعوا وتقضي يوم جميل جدا ورائع رائع رائع بالنسبة للمنطقة ديت. في طبعا كل الالعاب جوه الكيليو بارك، انت بتدفع التذكره وبتلعب جميع الالعاب فري، مفيش بتدفعش حاجه تانية جوه الكيليو بارك. هو الحاجه الوحيده اللي هناك ان انت ممنوع انك تاخد اكل معاك او ميه، المياه والمياه الغازيه والحاجات دي كلها بتقدر تشتريها من هناك. معرفش هيسمحوا بعد كده ان ممكن تاخد ميه او لا معاك، ولكن هي ديت الحاجة الوحيدة. في ملاهي تانية، ألعاب مائية تانية في مدينة تانية اسمها ملاهي الأكوا بارك.
برضو موجودة في شرم الشيخ، وفيها ألعاب مائية جميلة جدا ورائعة برضو زي الكليو بارك، ولكن تذكرتها أغلى شوية تحديدا، بالظبط مش عارف سعر التذكرة كام، ولكن برضو فيها ألعاب مائية جميلة، وتقدر تقضي يوم جميل جدا انت وأسرتك وأطفالك في المكان الجميل ده. زي ما حضراتكم شايفين ألوان وألعاب مائية وزحاليق وحاجات رائعة وجميلة تقدر تستمتع بيها انت وأسرتك وأطفالك. وما تنسوش الإعجاب والاشتراك زي ما قلنا إذا عجبكم الفيديو. ونروح مع بعض منطقة تانية من المناطق الجميلة اللي في شرم الشيخ، واللي كل السواح السائحين الأجانب والمصريين بيروحوها، وهي منطقة سوهو سكوير. منطقة ترفيهية برضو، فيها النافورة الراقصة وفيها بعض التماثيل الجميلة والمناظر الطبيعية والتماثيل اللي معمولة بدقة وفنية عالية جدا. زي ما حضراتكم شايفين وطبعا الأنوار الزاهية الجميلة والخروجات وبعض المحلات فيها تزحلق على الجليد، في حاجات جميلة جدا للأطفال. ودي النافورة الراقصة زي ما انتم شايفين منظرها جميل جدا بألوان جميلة، عروض كل ساعة للنافورة الراقصة لحد الساعة 11 بالليل نهاية العرض. دايما شايفين كده بتشتغل الموسيقى والمية بتتغير مع صوت الموسيقى، عروض جميلة جدا ممتعة. في بازارات هناك، محلات للعطور، في آيس كريم، في فشار، في ألعاب للأطفال، في كل حاجة موجودة تقدر تستمتع بيها. ديت بعض المحلات والمراكز التجارية اللي موجودة في سوهو سكوير، جميع أنواع التجارة موجودة، بازارات، تحف، أنتيكات، ذهب، فضيات، عطور، في سوبر ماركت تقدر تشتري اللي أنت عايزه، في ناس بتعمل رسومات سكتشات للصور، حاجات كتير جدا جميلة، في ملابس، في أحذية، في شنط. زي ما حضراتكم شايفين في مجوهرات ذهب وحلي. بالإضافة للمناظر الجميلة والألوان بتاعة الإضاءة، يعني هتستمتعوا إن شاء الله برحلة جميلة في شرم الشيخ، ومش مكلفة خالص، الدخول مجاني لسوهو سكوير، لكن المحلات طبعا أي حاجة تشتريها من جوه بسعر مختلف. ديت بعض التحف والأنتيكات اللي موجودة في البازارات اللي موجودة في سوهو سكوير. وبعد كده ناخد حضراتكم ونروح على السوق التجاري اللي هو اولد شرم بيسموه ده، في برضو بعض العروض الجميلة اللي بتبقى موجودة للأطفال، وفي بعض المسارح في مطار المحل التجارية، ركوب جمال، في نافورات معمولة على الجبل، مناظر طبيعية جميلة تقدر تستمتع بالكافيهات، برضو في رسامين هناك برسم سكتشات وحاجات جميلة، هدايا أطفال ولعب أطفال، محلات تجارية برضو متنوعة للشنط والملابس والأحذية والجلود ومنتجات جلود.
زي ما حضراتكم شايفين كده، في كل حاجة موجودة، وألعاب للأطفال وحفلات راقصة وغنائية. سكر في كوباية وبقولك دي هوايا، حبك يكفيني، شفتك قمر طالع والحدود فاتح، الجو لو ساقع حبك يدفيني. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك واللايك والشير، يسألكم كل جديد كل مفيد. وننتقل بحضراتكم الى المشاية او خديج نعمة او نعمة بيه زي ما مكتوب على اليافطة في خديج نعمة بيه، برضو مكان جميل للمجموعة من الكافيهات والمسارح الاستعراضية والمطاعم والاسماك والكوفي شوب، وبيتعمل فيها برضو بعض العروض الجميلة. اما دلوقتي هنروح مع بعض مع اشهر المطاعم هناك، هو مطعم ابو علي للمأكولات الشعبية، الفول والطعمية والكباب والاسماك المحلية الخفيفة وبعض المشويات، وهو في مدخل السوق القديم قبل السوق القديم على طول. طبعا ما ننساش نذكر في السوق القديم
برضو مطعم السمك الشهير بتاع فارس، له مطعمين في السوق القديم، مطعم المصريين المطاعم المشهورة، وفي برضو محل الحلويات اسمه الجمعية، وفي محلات تجارية كتير في السوق القديم تقدر تشتري منها اللي انت عايزه، سوبر ماركت بيع كل حاجة. دي كانت رحلتنا المختصرة في شرم الشيخ والمناطق المشهورة في شرم الشيخ. طبعا في خليج نبأ، خليج نبأ أو نبأ شرم الشيخ، منطقة ترفيهية وفيها منتجع سياحي، فيها محمية نبأ، في راس محمد، في قبول في راس محمد للأماكن الشعب المرجانية والغطس والسباحة والسنوركلينج، حاجات كتير جميلة جدا في شرم الشيخ والدهب. إن شاء الله لو رحنا دهب هنعمل لكم حلقة جميلة عن دهب. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جميل وجديد من قناتنا، قناة الفتنة الساحرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.